أمس برج الكارديان لازم تقوم إصابة الأسد باعتباره. التقنيس في اتجاه أحياء حمص المحاصرة. ثلاثين واحد 2013. قامت عصابة الأسد أيضا باحتلال هذه المنازل وإخراج الأهالي. بعد أن قام أبطال جيش الحرب تحرير حي الأرابيس التي كانت تحتله عصابة الأسد، فقامت عصابة الأسد باحتلال هذه المنازل من أجل أن يبقى الحصار على أحياء حمص المحاصرة منذ 7 أشهر. كنت